بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسود وضيال. اهلا بكم مره اخرى اعزائنا المشاهدين في الحلقه الحادية والعشرين من حلقات تاريخ الحركة الاسلامية التي نهضت في الصومال في اواسط القرن العشرين الماضي وضيفنا فيها الدكتور عثمان عبد الله روبلي أحد مؤسسي تلك الحركة وواحد من الذين صنع الله على أيديهم ذلك التاريخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بك مرة أخرى يا دكتور السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بك مرة أخرى في برنامجنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن البعثه التي ارسلتموها الى السعوديه والاخوه الذين لحقوا بهم بعد فتره وعن البحوث والدراسات التي قاموا بها وعن الاستفاده من المكتبات المتوفره هناك وقلت لنا ان بحثهم شمل جوانب متعدده وقد تكلمت عن جانب العقيده في الحلقه السابقه وتكلمت عن المدارس المختلفه التي استفادوا منها في هذا الجانب والفائدة التي خرجوا بها من كل مدرسة، والنتيجة التي توصلوا إليها في النهاية من تلك الدراسات، وشعورهم بضخامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم بعد تلك الدراسات، وقد أشرت في الحلقة السابقة إلى جانب آخر استفاد منه الشباب من تلك الدراسات غير مجال العقيدة، وهذا الجانب هو مجال الدعوة ومنهجها، فما معنى ذلك المصطلح؟ منهج الدعوة؟ ما مفهوم الدعوة وما معالم منهجها هل بإمكانك إلقاء الضوء على هذا الجانب بما أن المهمة الكبيرة التي تقوم بها الحركة الإسلامية كانت تتمثل في دعوة الناس إلى حقائق الإسلام من جديد وفي إنشاء حركة إسلامية نشطة في هذا المجال لذا اصبح لزاما علينا توضيح المنهج الذي تتبعه الحركه في دعوه الناس والوسائل التي تستخدمها وفي الحقيقه يمكن القول بانه منذ بدايه الحركه وحتى ذلك الوقت كان الحماس للدعوه والمبادره الى توصيل القدر اليسير الذي فهمناه من الاسلام الى الناس بايه وسيله ممكنه هو دافعنا الى العمل الاسلامي ولم يكن لدينا منهج معين او محدد في العمل الحركي بمعنى لم تكن لدينا معالم واضحه عندما بدانا النشاط الدعوي كما لم تكن لدينا اولويات في منهج البلاغ من حيث نقطة البدء أو من حيث المراحل التي يجب أن تمر بها الدعوة، وهذا يعني أننا لم نكن قد تعرفنا بعد على وجوب البدء بالعقيدة ولا مراعاة مقتضيات المرحلة الأولى التي تمر بها الحركة، مع العلم بأن المرحلية هي سمة أساسية في منهج الدعوة والبلاغ، مرحلة الاستعطاف، مرحلة تأسيس الدولة، مرحلة التوسع والفتوحات، ولكل مرحلة أساليبها الخاصة وأهدافها المرحلية. كل تلك القضايا لم نكن قد توقفنا امامها كثيرا، ولم نحدد منهجا معينا على اساسها، بل كنا مندفعين بحماس لتنفيذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو ايه. كان هذا شعارنا الذي يرد كثيرا على السنتنا، فكان الاخ يقوم بتبليغ الايات والاحاديث التي يتلقاها كل ليله من دروس التفسير والحديث. ولم يكن لنا منهج واضح اعني منهجا يعتمد على دراسه حاله المدعوين ونوعية الانحرافات المنتشرة في أوساطهم لتحديد ما يحتاجون إلى تصحيحه من ناحية العقيدة ومن ناحية الأخلاقيات والسلوكيات، والمعروف أن الانحرافات السلوكية نابعة في الأصل من انحراف في العقيدة، لأن الانحراف في العقيدة هو الذي يؤدي إلى الانحرافات الأخلاقية، بناءً على ذلك يجب أولاً معرفة الانحرافات العقدية لدى الناس قبل الانشغال بعلاج المخالفات السلوكيه فاذا لم يتمكن الدعاه من معالجه مكمن الداء فلن يتمكنوا من معالجه الانحرافات الظاهره ابدا ومن ناحيه اخرى فعلى الرغم من ان حكم الله كان واضحا لنا تمام الوضوح فيما يتعلق بهؤلاء الطواغيت الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واستبدلوه بشرائع لم يأذن بها الله، فقد كان هناك غموض وغبش تجاه تلك الشعوب التي تصفق لهؤلاء الطواغيت التي تحكم بغير ما انزل الله، وترضى بدساتيرهم وشرائعهم، بل وتشارك في انتخاب هؤلاء الطغاة. فالشعوب هي التي تعطيهم حق التشريع والتحليل والتحريم في شؤون مجتمعاتهم، وهذا السلوك مثال واضح يشير إلى أي مدى وصل انحراف تلك الشعوب. فإذا لم يتمكن الدعاة من التشخيص الدقيق لهذا الانحراف، فلن يتمكنوا من معالجته أبداً. فمن المعروف أن الطبيب يقوم بتشخيص الداء قبل وصف العلاج. وبالمثل، عندما تتضح لك أمراض هذه الشعوب من الناحية الدينية، حينها فقط تستطيع تحديد المنهج المناسب الذي يمكن استخدامه لمعالجة أمراضها. ونحن قبل تلك الفترة، لم نكن نقف طويلاً عند هذه الأمور. لقد فهمت من كلامك يا دكتور أنه في بداية الأمر كانت للشباب همة عالية وحماس شديد للقيام بواجب الدعوة مع قلة بضاعتهم من العلم لكنهم لم يفكروا قبل الشروع في دعوتهم في تشخيص الحالة المرضية للشعوب التي هم بصدد علاج أمراضها والمراحل الضرورية لعلاج هذه الأمراض أو الوسائل التي ينبغي استخدامها وأخيرا أدركوا أن ذلك كله يحتاج إلى معرفة بالقواعد الشرعية التي تحدد منهج الدعوة الواجب إتباعه. ماذا كانت خططكم لمنهج الدعوة في المرحلة الجديدة؟ فعلا فقد أعطى الشباب اهتماما خاصا في وضع منهج محدد لدعوتهم تلتزم به حركتهم بعد أن شعروا بالحاجة الماسة إلى ذلك المنهج. ومن ثم قام الشباب بدراسة عميقة لمناهج الحركات الإسلامية الأخرى لتحديد إيجابيات وسلبيات كل حركة، وقد كان موضوع المنهج من أهم الموضوعات التي كانوا يعرضونها للمناقشة في لقاءاتهم مع العلماء، ولحسن الحظ فقد وجد الشباب كتباً كثيرة تتناول موضوع منهج الدعوة، هذه الكتب لم تكن متوفرة لهم من قبل، ومن ثم انكبوا على دراستها باحثين عن الاخطاء المنهجيه التي وقعت منهم في مسيرتهم الحركيه والجوانب التي تحتاج الى تصحيح وايضا الاضافات الضروريه لنجاح مشروع الدعوه. نعم هل يمكنك ان تحدثني عن الكتب التي ساعدتهم في هذه المراجعه؟ لو اعطيتنا نبذه مختصره عن تلك الكتب. لا يمكن حصر هذه الكتب في هذا المقام، لأن موضوع منهج الدعوة هو أهم موضوع اعتنى به العلماء المجددون المعاصرون، ومن أهم الكتب التي شدت انتباه الشباب في هذا الموضوع، مؤلفات العلماء المعاصرين التي تناولت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالبحث والدراسة بهدف توضيح معاني منهج الدعوة النبوية بطريقة يمكن تطبيقها في الواقع المعاصر. باعتبار ان سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التجربة الصحيحة المتكاملة التي توضح دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى مرحلة إقامة الدولة الإسلامية القوية، ومن خلال استعراض أحداث السيرة تتحدد سمات كل مرحلة من مراحل الدعوة، ومن الكتب التي استفادوا منها في هذا المجال كتاب المنهج الحركي للسيرة النبوية، الذي كتبه أستاذ من أساتذة الجامعة وهو الاستاذ منير غطبان وهو من اخوان سوريا وكان من اهم النقاط التي وضحها الاستاذ موضوع مرحليه الدعوه وبين ان الدعوه يجب ان تمر بمراحل متتابعه وان لكل مرحله وسائلها وواجباتها وان تكون الوسائل المستخدمه في كل مرحله محققه لاهداف هذه المرحله وهناك كتاب توفيق بركات وهو ايضا من اخوان سوريا وهو كتاب سيد قطب خلاصه حياته منهجه في الحركه والنقد الموجه اليه وهذا الكتاب عباره عن ملخصات من كتب الاستاذ سيد قطب لتوضيح معالم منهجه وضعها المؤلف على شكل نقاط مرتبه تساهم في وضع مخطط واضح المعالم لرواد الحركه الاسلاميه المعاصره كما قام المؤلف باستعراض بعض الانتقادات الموجهه للاستاذ سيد فبين عدم موضوعية كثير منها ومن هذه الكتب أيضا كتاب طريق الدعوة في ظلال القرآن من تأليف أحمد فائز وهو أيضا من إخوان السورية وقد ركز المؤلف على دعوة الرسل منتهجا نهج الأستاذ السيد قطب في كتابه في ظلال القرآن حيث استخرج من الظلال منهجا متكاملا واضح السمات والمعالم عرضه في جزئين الجزء الأول يركز على منهج الدعوة بينما يركز الجزء الثاني على موضوع العقيده، ومن الكتب التي استفادوا منها ايضا كتاب الدكتور عبد الله عزام، الدعوه الاسلاميه فريضه شرعيه وضروره بشريه، قدم فيه المؤلف تقييما رائعا لابرز الحركات الاسلاميه العامله في الساحه، واستعرض فيه ايجابيات كل حركه وسلبياتها. كانت القضايا التي عرضها في كتابه قضايا تهم كل داعية في هذا العصر، والى جانب الاستفادة من هذه الكتب، كانت هناك رسائل جامعية تناولت قضايا منهج الدعوة، أعدها طلاب كلية الدعوة، من الرسائل التي نوقشت في قاعات جامعة أم القرى رسالة بعنوان منهج الدعوة النبوية في المرحلة المكية لطالب علي جابر الحربي، وقد ناقش الباحث في الرسالة سمات الدعوة في المرحلة المكية ونحن كنا نولي اهتماما خاصا باحداث السيرة في المرحلة المكية لأن حركتنا تمر بمرحلة شبيهة بهذه المرحلة، ولا ننسى هنا استفادة الإخوة من بعض كتب الأستاذ المودودي التي لم تصل إلينا حتى ذاك الوقت مثل كتاب منهاج الانقلاب الإسلامي والذي اوضح فيه المودودي الطريقه والمنهج الذي يجب اتباعه في عمليه التغيير الجذري للمجتمعات المعاصره لكي تنتقل الى الحياه الاسلاميه المطلوبه. كما لا ننسى اهميه كتاب واقعنا المعاصر في هذا المجال، هذا الكتاب الذي الفه الاستاذ محمد قطب بطلب من جامعه ام القرى، يحلل الاستاذ في هذا الكتاب الواقع المخزي للمجتمعات الاسلاميه في القرنين الاخيرين. ثم يستعرض منهج الدعوة الملائم في مثل هذه الظروف، كما حاول في الكتاب التنبيه إلى الأخطاء المنهجية التي وقعت فيها بعض الحركات الإسلامية المعاصرة، وللأستاذ ناصر الدين الألباني مجموعة محاضرات جمعها أحد تلاميذه بعنوان: العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون، يؤكد الكاتب فيه أهمية البدء بالعقيدة في منهج الدعوة وعدم جدوى دعوه الناس الى الفروع قبل رسوخ العقيده الصحيحه في قلوبهم وباختصار فان تلك القضايا الحركيه التي ناقشتها تلك الكتب والرسائل شكلت رصيدا ثقافيا مهما اعتمدت عليه جماعه الاهل عند قيامها بعمليه تصحيح مسار حركتها شكرا جزيلا لك يا دكتور يبدو من هذا الاستعراض أن الشباب اتضح لهم من تلك الدراسات أن هناك منهجًا محددًا ومفصلًا له بداية وله نهاية، كما أن له مراحل متتالية وأهداف ينبغي تحقيقها في كل مرحلة. وهذه مسألة مهمة جدًا. وبعد اطلاع الشباب على الكم الهائل من الكتب التي تناولت منهج الدعوة، وأصبحت الصورة واضحة أمامهم فما هي أهم النتائج التي توصل إليها؟ يمكنني أن أقرر بأن قيادة جماعة الأهل شعرت بأن حركتهم في حاجة ماسة إلى إجراء تصحيح جذري في مسارها وقد تحددت المحاور الأساسية لهذه العملية في القضايا التالية أولا ضرورة البدء بالعقيدة لأن هذه قضية محورية في منهج الدعوة والبلاغ فلا جدوى في الانشغال بالفروع قبل بناء الاساس الذي تقوم عليه هذه الفروع، فلا ينبغي اضاعه الجهود في دعوه الناس الى فضائل الاعمال او محاربه المنكرات والمخالفات المنتشره في المجتمع، او الدخول في صراعات جانبيه تحجب الناس عن القضيه الاساسيه، قضيه تصحيح العقيده اولا. اي عدم اضاعه الوقت في هذه القضايا الفرعيه، نعم، عدم اضاعه الوقت في مثل تلك الفروع، فلا بد من البدء بالعقيده. ثانيا مرحليه الدعوه بمعنى ضروره ان تمر الدعوه بمراحل وان تكون لكل مرحله اهداف محدده ووسائل مكافئه لتحقيق هذه الاهداف. ثالثا ان الدعوه بحاجه الى قاعده صلبه. بمعنى أن الأشخاص الذين تقوم عليهم الحركة لا بد أن يكونوا أشخاصا تتوفر فيهم مواصفات خاصة فلا تصلح اللبنات الأولى أن تكون مكونة من جماهير غير واعية وغير مستعدة لحمل تكاليف الدعوة الباهظة بمعنى أن لا تكون الدعوة دعوة جماهيرية بل تكون دعوة قائمة على اصطفاء اصلح العناصر في المجتمع. تلك هي اهم القضايا التي توصل اليها الاخوة والتي كانت الحركة في امس الحاجة اليها، وهناك مسائل اخرى سنفصلها في وقتها. يعني هذا انكم توصلتم لنتيجة مفادها الحد من نشاطاتكم الدعوية في العاصمة مقديشو وفي الاقاليم نحن نريد انتشار الدعوة، ولكن المقصود هنا تصحيح مسار الدعوة من خلال تهذيب الخطاب الدعوي من جهة، واختيار العناصر المستهدفة لهذا الخطاب من جهة أخرى، فينتج من ذلك تغيير أساليب ووسائل انتشار الدعوة في المجتمع. والجدير بالذكر هنا أن الحاجة إلى التغيير هي التي فرضت نفسها على الساحة في تلك الأيام. فحتى اذا لم تتوفر لقياده الجماعه تلك المصادر او الاتصالات مع الحركات الاخرى فقد كان عليها اعاده التفكير في اساليب الدعوه والتربيه التي انتهجتها الحركه حتى ذاك الوقت حيث ظهرت بوادر تشير الى ان الحركه بدات في مرحله الانكماش والتقهقر بعد ان وصلت الى قمه نشاطها واتساع رقعتها فاتضح ان وسائلها واساليبها استنفذت اغراضها فلم تعد صالحة للاستمرار في عطائها ويكفي للتدليل على هذه الظاهرة الهزة التي أحدثها الخلاف التنظيمي الذي أثاره بعض شباب حركة الإخوان المسلمين وتأثر به بعض الأعضاء من جماعة الأهل هذا الخلاف أدى في نهاية المطاف إلى توقف بعض أنشطة الدعوة بسبب الانشغال بالمشاكل الداخلية بعد أن كانت كل الجهود متجهة إلى دعوة الآخرين ومن تلك اللحظة بدأ التفكير في أن هناك خللاً ما في تركيبة الحركة وفي برامجها التربوية، ومن هنا بدأ البحث عن البدائل، فقد أظهر هذا الخلاف مجموعة من الأخطاء لم نكن نتوقعها من أعضاء الحركة، فلم يخطر ببال المسؤولين أن أعضاءً من الحركة سيتصرفون بتلك الطريقة وسيستخدمون تلك الأساليب الغريبة. هذا الأمر كان يتطلب القيام بعملية تصحيح جذري وإعادة النظر في بنية الحركة. بارك الله فيك يا دكتور. يعني ذلك أن الحاجة إلى التغيير نتجت عن دراسة العقيدة ودراسة منهج الدعوة، ولكن هناك جانب آخر أشرت إليه سابقًا، وهو جانب التربية الإيمانية. فهل بإمكانك إلقاء الضوء على هذا الجانب أيضًا؟ هذا الجانب لن أطيل الحديث فيه. لأن جانب التربية الإيمانية هو الجانب الذي تميزت به حركة الشباب منذ البداية، فقد تحدثنا في الحلقة الأولى من هذه السلسلة عن جديتهم في الالتزام بالتنفيذ الفوري لكل توجيه يتلقونه، منهج التلقي للتنفيذ على حد تعبير سيد قطب، ولكن عندما طالت عليهم الفترة، بدأنا نشعر بأن الحماس بدأ يفتر، حيث أن النشاط الدعوي كان مفعما بحماسه الشباب المنطلق الى ميادين الدعوه بكامل حيويته فكان لهذا الجو تاثير كبير على الاعضاء الجدد ولكن لاحظنا ان هؤلاء الاعضاء عندما يبتعدون عن هذا الوسط المحرك لكل من فيه بصرف النظر عن دافعه الشخصي فان شعلة حماسه تنطفئ او تخفت ويبدا الشخص بالتخلي تدريجيا عن عبادات ونشاطات كثيره كان يجتهد فيها من قبل وقد حدثت كثير من هذه الظواهر أيام حملة محو الأمية التي تحدثنا عنها سابقاً، وقد حدثت أمثلة أخرى عندما سافر بعض الشباب إلى أماكن بعيدة عن وسط إخوانه. كل هذه الظواهر استدعت البحث عن برنامج تربوي يربط هؤلاء الأشخاص بما تمليه عليهم عقيدتهم والتزامهم بما فرضه الله تعالى عليهم، بدلاً من اعتماده على الوسط المساعد. الذي يجدونه من العيش وسط اخوانهم. فالالتزام الاسلامي مرتبط بالعقيده ارتباطا عطويا. فقد برزت لنا هذه الحقيقه بوضوح تام عندما تمت لنا عمليه تصحيح المسار. وقد وجدنا علاجا ناجحا لظاهره كانت تقلقنا كثيرا طوال مسيره حركتنا. فقد كانت افواج من الشباب تنضم الى الحركه في فتره قصيره، ولكن كثيرا من هؤلاء يرجعون إلى ما كانوا عليه بنفس السرعة التي انضموا بها إلى التجمع الإسلامي الناشئ، فكثيراً ما تحيرنا في تحليل هذه الظاهرة، كيف يرجع هؤلاء إلى أنماط حياتهم الأولى وسط المجتمع الجاهلي الذي يعج بالممارسات والعادات الجاهلية، بعد أن تذوقوا الحياة النظيفة وسط التجمع الإسلامي الجديد؟ وجدنا الجواب الشافي عندما انتقلنا إلى المنهج الجديد المبني الذي يركز على بناء العقيدة في القلوب قبل الانشغال بتهذيب السلوك الظاهري، فبعد دراسة مقتضيات العقيدة، وفي مقدمتها قضية الولاء والبراء، يشعر الشاب الذي ينضم إلى الحركة بأنه انتقل من التجمع الجاهلي وانضم إلى التجمع الإسلامي الذي تسود فيه قيم وموازين مغايرة تماما لقيمه وموازينه السابقة. ومن هنا فانه يشعر اذا رجع الى حياته السابقه فانما يرجع الى الجاهليه التي انقذه الله منها وفي هذه الحاله ليس من السهل عليه ان يختار العوده الى حياه الجاهليه بعد ان تذوق الحياه الاسلاميه وسط اخوانه الذين اعطاهم ولاءه وتبادل معهم مشاعر الاخوه الايمانيه ذات المذاق اللذيذ ولهذا اختفت الظاهره المزعيه من اوساطنا في المرحله الجديده فنادرا ما لاحظنا عطوا من أعضاء الحركة يعود إلى التجمع الجاهلي ويضحي بالتجمع الإسلامي الذي عاش فيه أما المراحل السابقة فلم تكن الفروق واضحة بين الحياتين حياة أفراد المجتمع العاديين وحياة أعضاء الحركة فإذا خمدت شعلة أحد الأعضاء فمن السهولة بمكان أن يرجع إلى حياته الأولى لأنه لا يشعر بأنه يخسر شيئا أساسيا في دينه وأخيرا أختم الحديث عن مجال التربية باستعراض بعض الكتب المؤلفة في هذا المجال، كان من بين تلك الكتب كتاب أبي الأعلى المودود بعنوان الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية والذي لم يتوفر لنا من قبل، والكتاب يحدد الأسس التي يجب أن تكون أساسا لأخلاق أفراد الحركة الإسلامية ويعرض برنامجا متكاملا لتربية الفرد من نقطة البداية حتى يصل إلى مرتبة الإحسان. ومن كتب الموجود ايضا في هذا المجال كتاب تذكره دعاه الاسلام في هذا الكتاب فصل بعنوان الصفات اللازمه للعاملين في الحركه الاسلاميه ذكر فيه نوعين من هذه الصفات صفات فرديه مطلوبه من الداعيه بصفته الفرديه وصفات جماعيه مطلوبه منه بصفته الجماعيه والأستاذ الموجود ايضا كتاب شهاده الحق استعرض فيه التكاليف الباهظه المطلوبه من اعضاء الحركه الاسلاميه وغني عن البيان اهميه كتاب الاستاذ محمد قطب منهج التربيه الاسلاميه بجزئيه وكتابه الاخر دراسات قرانيه الذي اكد فيه على ان يكون القران اساس التربيه وهناك ايضا كتب اخرى تناولت قضايا تربويه لها اهميه خاصه لاعداد القاعده الصلبه التي يقوم على اكتافها بناء الصرح الاسلامي المطلوب انشاؤه منها على سبيل المثال سلسلة الكتب والرسائل التربوية للأستاذ محمد أحمد راشد أحد قيادات الإخوان المسلمين مثل كتاب العوائق وكتاب المنطلق ومجموعة رسائل العين وكتب الأستاذ فتح يكن منها كتاب ماذا يعني انتماء للإسلام وكتاب المتساقطون على طريق الدعوة وهكذا ومن الكتب التي لها أهمية خاصة في هذا المجال كتاب الأستاذ سيد قطب مقومات التصور الإسلامي وهو كتاب فريد في نوعه، حيث يقدم عرضا رائعا لركائز التربيه الايمانيه المنبثقه من العقيده الاسلاميه الناشئه من الامتلاء بحقيقه الالوهيه، كما يعرضها الاسلوب القراني الفريد. هذه خلاصه الكتب التي توفرت للشباب والتي استفادوا منها في جانب التربيه الايمانيه. شكرا جزيلا لك يا دكتور. وسنتوقف الى هنا في برنامجنا لهذه الليله وتلك المسائل التي اشرت اليها من المهم جدا ان نتاملها ونتوقف عندها وفي الختام نقول ان شباب الحركه انتبهوا لاهميه مراجعه منهج الدعوه وان المستجيبين لهذه الدعوه سيحتاجون الى برنامج تربوي فعال لرفع مستواهم الايماني حتى يكونوا مؤهلين لحمل تكاليف الدعوه ومن جهه اخرى توصلتم الى نتيجه مفادها انكم لا تستطيعون تصحيح الاخطاء بدون البدء بتصحيح العقيده وان العمل الذي لا يقوم على عقيده راسخه وايمان عميق لا يمكن الاستمرار فيه هذه قضيه في غايه الاهميه يجب على الدعاه الوقوف امامها طويلا بقيت لنا جوانب اخرى قامت البعثة بدراستها لكي يفيدوا حركتهم وهذا ما سيوضحه لنا الدكتور في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله حتى نلقاكم في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله ومن أحسن قولا من, من دعا